استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده دورين بوجدان مارتن الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد عادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الاقليمي في الدول العربيه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس اكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركه بفاعليه في اعماله وانشطته في ظل دوره الرائد كاحدى وكالات الامم المتحده المتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبما يمثله من منصه عالميه للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال ومشيرا الى اهتمام الدوله من خلال استراتيجيه مصر الرقميه بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتيه باعتباره بوابه مصر نحو المستقبل مع الاعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد من جانبها ثمنت أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات دور مصر ومساهماتها الممتدة في أعمال الاتحاد التي يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وما يتمتع به من إمكانات وخبرات ومستقبل واعد مؤكدة اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر في هذا الصدد بما يسهم في دعم عملية التطور الرقمي بها لا في ضوء ما لمسته من الاهتمام المكثف للدولة بهذا القطاع كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على الجهود الجاريه للتوسع في بناء قدرات الكوادر البشريه المصريه وتدريبهم على المهارات الرقميه بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر. وكذا الاستفاده من المميزات التنافسيه لمصر كدوله واعده في توفير خدمات التعهيد كما اطلع السيد الرئيس على تطورات العمل الجاري للنهوض بتصميم وصناعه الالكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للاجهزه وتصميم الدوائر الالكترونيه وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتعزيز جهود تنميه صناعه التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزياده اعدادهم من خلال الاستثمار في الكوادر البشريه وتوفير برامج التدريب والتاهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثه لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفه ويعزز من تنافسيه الكوادر المصريه على المستوى الدولي على النحو الذي يسهم في زياده حصيله مصر من الصادرات الرقميه ومواكبه التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا